جديد المنتج ده ب 2 جنيه مستهلك، عاملين فيه فلوس مش هنقول نسبه 100%، هنقول نسبه 85%. المنتج ده ان شاء الله باذن الله السخنه جربوا ان شاء الله باذن الله هياخد منه بالباك واثنين وثلاثه واربعه. النهارده نازلين بقوه في السوق وعاملين فلوس فئات خمسينات ميات ميتينات عشرات عشرينات. هنفتح كده المنتج مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف اول كده اول كوره كده تكسب معانا ايه. اول كوره بسم الله الرحمن الرحيم ادي 5 جنيه ومعانا تاني كوره 50 جنيه ومعانا تاني كوره اهي 50 جنيه ومعانا لعب برضو في لعب في فلوس جنيهات فضه. الجنيهات دي جديده بنجيبها من البنك المركزي. الطفل اول ايه بيتعمل رابع كوره جنيه ومعانا رابع كوره جنيه زي ما حضراتكم شايفين اهو. ده جنيه اهو ودي 50 اهي 50 حقيقيه وادي الفئه 5 جنيه وادي هنفضل السحبات كمان كده وهنشوف. افتح كده يا استاذ محمد ودينا كده دي فئه فيها جنيه برضه برضه وادي ادي الفئات اللي بتكسب. جنيه من البنك المركزي جديد جنيه جديد اهو وهنلقى فئه ال 20 هنلقى فئه ال 20 برضه معانا. هنلقى كل الفئات موجوده ان شاء الله في البلد. نفتح كده مع بعض بسم الله. احنا فاكر يا جماعه احنا بنفتح هي علبه احنا واخدينها علشان نقول برضو للاطفال ادي برضو لعب الاطفال اهي عشان الجماعه ما يقولوش ان احنا واخدين علبه حاطين فيها فلوس. وبنار ده احنا بنفتح عشوائي قدام الكاميرا اهي وادي جنيه تاني اهو. وهنلقى ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي ان شاء الله برضو هنفتح بوادي هنلقى فيها ان شاء الله بنيات. الفيديو اللي بعدين ان شاء الله هنلاقي ميتينات باذن الله. ده بالنسبه للمنتج بتاعنا.